الباردة مهددة للحياة، فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف الثلجية. في حين كما تشاهدون الآن أمامكم تظل مدينة بوفالو تعيش كارثة كبرى وفق ما أفاد مسؤول كبير هذا اليوم. هكذا بدأت أصدق بأننا بالفعل نعيش أيام آخر الزمان، فكل الأوصاف التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم نهاية الزمان تكاد تنطبق حرفيا على ما يحدث الآن حولنا. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، وفي الختام لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم مع هذه المشاهد.